السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله يا شيخ مصطفى، وحياك وبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب وبخير. بقول لحضرتك، احنا 3 اخوة ذكور وبنتين، نعم. والبنتين ما شاء الله يعني ربنا موسع عليهم. فبعد موت الوالد والوالدة رحمهم الله قالوا احنا مش عايزين حاجة، تمام، طيب. بس احنا اصرنا ان هم ياخدوا، لان احنا فلاحين وعندنا ارض زراعية وكده. طيب. فالاخوات قالوا اللي تقدروا عليها هاتوه خلاص. هل ده فيه اسم علينا لا لا، ما في أي اسم، ويشكر. طالما بالتراضي يعني؟ نعم، الله يحفظك.